نحن هنجيب معاكم ونزيل الضرر اللي صاب النازل ونصلح العوجة عشان تاني الحاج ما يتكرر. الله اكبر. هسي الان هو حيدعم المنطقه دي ب2 تريليون. الله اكبر. اسمعوا حتشكلناها لنا. نعم. حتشكلناها لنا ونكون المتضرر عشان نعدل المصاري ويجيبوا للناس مكانات بتاع البنط. ايوه. ويساعدوهم بالاسمنت وبين خرسانه ناس زادنا وناس المدفعيه. الله اكبر. الله اكبر. واي حاجه جايانا تجينا عبر المدفعيه دي. جاهز يا زول. اي حاجه جايانا تجينا عبر المدفعيه دي. بس. نقول لك قدام. حقنا يجينا عبر المدفعيه دي. نعم عبد المحمود ده. الكلام ده الكلام ده انا بقوله. والي ولجنه وكلام ده. يا سعادة قول اللي تيتر اليوم تمام. المتابعة على فرق. الله أكبر. الله أكبر.